السيد عنتر العربي، أنت معي عبر الهاتف، هل تسمعني؟ نعم، السلام عليكم طيب أخي. السيد العربي، نعم، هل تعتقد بأن الإضراب هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن من خلاله الحصول على بعض المطالب؟ وإلى أي مدى تشكل بالنسبة لكم كعينة من هؤلاء الاحتجاجات طريقة الإضراب يعني قدر من الأهمية في الحفاظ على النظام العام وعدم التأثير على سير المؤسسات التي تدرسون بها أو تشتغلون بها إلى غير ذلك؟ نشكرك على هذه، نشكر قناة النهار على هذه الالتفاتة الطيبة للقضية تاع إضراب مدارس عليا الأساتذة. نحن في الإضراب طبعا قبل منخوص الإضراب دوما نأمل إلى وجود الحلول قبل الإضراب. الإضراب هو عبارة عن نتيجة للمبالاة وعدم التصنت للمطالب، هو اللي أدى بنا إلى الإضرابات وأدى بنا إلى الشكل هذا يومي، الشكل اللي رانا نعيشه حاليا. أما بالنسبة لقضية المدارس العليا الأساتذة، احنا ناقشنا الحلول وناقشنا كل الأوضاع فيما يخص مطالبنا مع وزارة، سواء وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي، لكن لا توجد أي حلول فعلية، يعني كلها هي عبارة عن اجتماعات شكلية لتغطية الرأي العام، وفتح على أساس أن باللي كلتا الوزارتين راهي تفتح باب الحوار، لكن باب الحوار مسدود تماما من ناحية الحلول الفعلية. طيب خلي